مشاهدين أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. نرحب معنا بالاستوديو بالأستاذ علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط، وهذه هي العناوين التي اخترناها لكم. من الصحف الإسرائيلية صحيفة معاريف: الهدف القدرة على ضرب أي نقطة في الشرق الأوسط. ومن صحيفة إسرائيل هيوم: رئيس أركان الجيش لقائد اليونيفيل: حان الوقت للعمل ضد حزب الله. ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام: نتنياهو: السلام ممكن مع الفلسطينيين عبر تطبيع مع الدول العربية. ومن الصحف العربية صحيفة القدس العربي: سوريا ضغوط تركيا على النصرة لحل نفسها، وماكرون يقول إن بقاء الأسد خطأ فادح. أستاذ علي أهلا بك، ونبدأ من الصحف الإسرائيلية كالعادة ومن صحيفة معاريف: إبرام صفقة أمنية إسرائيلية كبيرة، الهدف القدرة على إصابة أي نقطة في الشرق الأوسط. نعم، يعني وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أعلن بالأمس عن هذه الصفقة بقيمة مئات ملايين الدولارات. اللافت أنها تأتي مع الصناعات الإسرائيلية، أن هذه الميزانية، هذه الأموال لم تذهب خارج إسرائيل، وإنما صفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية. والصحيفة تقول أن هذا التسليح للجيش الإسرائيلي وتحديدا لسلاح الجو يعود لمخاوف إسرائيل من تسلح حزب الله وإيران قدرات صاروخية جديدة. لا شك محمد وأن هذه التصريحات تأتي بعد وثيقة الأمن القومي للعام 2030 الذي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين على المجلس الأمني الوزاري المصغر، وهو تحدث على أن إسرائيل ذاهبة لتحديات أمنية جديدة وعليها أن تتزود بسلاح جديد، وأن ميزانية الأمن ستزداد بسبب هذه التحديات الأمنية. وها نحن نتلقى يعني الجرعة الأولى من هذه الميزانيات الإضافية التي ستذهب إلى الأمن وإلى التسلح الإسرائيلي. إلى صحيفة إسرائيل هيوم: قائد هيئة الأركان لقائد اليونيفيل: حان الوقت للعمل ضد حزب الله. يعني علي، إسرائيل تطالب القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بتجديد الرقابة على حزب الله. هذا جاء خلال اجتماع للمرة الأولى بين القائد الأركان وبين أيضا قائد القوات الدولية الجديد. الأركان، القرار 1701 هو قرار مجلس الأمن بعد الحرب، بعد حرب لبنان الثانية، ونص مما نص عليه أن على قوات حزب الله أن تنسحب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل على أن يستلم مواقع الحزب الجيش اللبناني الرسمي. ولكن إسرائيل تقول أنها في الآونة الأخيرة، أو بالفعل يعني حقيقة هي لم تلمس أي تغيير وأي احترام لتطبيق لهذا القرار، لا من قبل حزب الله ولا من قبل الجيش اللبناني. وأيزنكوت قال لقائد اليونيفيل أن القوات الإسرائيلية تلمس نشاط وحضور لحزب الله على الحدود، وأنه حان الوقت لإبعادهم بل ولمحاربتهم. وهذا يأتي بينما تزداد الأنباء عن أن بسبب الحرب في سوريا الحزب بات يمتلك جبهتين بإمكانه من خلالهما تهديد إسرائيل: جبهة الجولان في سوريا وجنوب لبنان. نعم. إلى صحيفة هآرتس: المحكمة الإسرائيلية العليا أجبر الدولة على السماح لمريضات من غزة لتلقي العلاج في القدس الشرقية. يعني علي، الحديث عن 5 مريضات مصابات بالسرطان تم منعهن لفترة من التوجه إلى القدس. يعني هناك قرار من عام 2017 يمنع التوجه من غزة إلى القدس للعلاج. هذا بالنسبة لهؤلاء النساء يعود إلى كونهن على علاقة قربة مع عناصر من حماس. الجيش الإسرائيلي، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت بعدم السماح لهم بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية لأن لهم علاقة مع حماس، وقد يشكلون نوع من التهديد للأمن الإسرائيلي. أنا لا أدري ماذا يمكن لنساء مريضات أن يشكلن أي تهديد على الأمن الإسرائيلي. هذا ما قاله القاضي فعلا، ولذلك جاء هذا القرار. هو يزيد يعني
يعني من التوتر بين قرارات محكمة العدل العليا وبين السلطة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية، حيث دانت المحكمة استعمال المرضى كرافع الضغط على حماس والفصائل الفلسطينية في قضية اعتبرتها يعني هي تمثل الحاجة الإنسانية بالعلاج. نعم، إلى صحيفة دعوت أخرونوت. كتاب الشرق، هذا برنامج التعليم، يعني العام الدراسي الجديد سيفتتح الأسبوع القادم وستنطلق فيه برنامج جديد يعني فيه تعليم عن قصة اليهود الشرقيين، وهذا لم يكن يعني في المناهج السابقة. من المسلمات في التاريخ الإسرائيلي أنه تم التمييز ضد اليهود الشرقيين، اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل من دول عربية وإسلامية، مقارنة باليهود والذين يعرفون بالسفارات، مقارنة باليهود الذين قدموا إلى إسرائيل من دول أوروبا ودول الغرب هم معروفون بالأشكناز. يعني كل معايير الاقتصاد الإسرائيلي تدل على هذا التمييز لصالح اليهود الغربيين، سواء في التعليم وفي التشغيل وفي السكن وفي البطالة وما إلى ذلك، وأيضا محاولة تذويب هوية اليهود الشرقي وصهرها بالرواية الإسرائيلية الجديدة. وفي الآونة الأخيرة هناك صحوة لليهود الشرقيين الذين يطالبون بالاعتراف بثقافتهم وبالاعتراف بهويتهم. البعض حتى الأكثر تشددا من هؤلاء اليهود الشرقيين يسمون أنفسهم يهودا عربا. وهذا مصطلح يعني يثير جدل داخل المجتمع الإسرائيلي وأيضا داخل المجتمع اليهودي الشرقي. ولكن بسبب هذه الحملات المتتالية لليهود الشرقيين، قررت الحكومة ووزير التربية والتعليم الحالي نفتالي بنت بأن يخصص جزء من مناهج التعليم للتعرف على ثقافة وتاريخ اليهود الشرقيين، وكأنه يريد رد اعتبار لهؤلاء على عشرات سنوات من التمييز الثقافي والسياسي والاجتماعي الذين عانوا منه. إلى شأن آخر، في صحيفة هآرتس، المالية رفضت أكثر من 100 توجه لفرض قانون النكبة والمقاطعة. هناك في إسرائيل قانون يحظر على مؤسسات رسمية أو خاصة مؤسسات تتلقى دعما حكومي من أن تشارك بأي نشاطات لها علاقة بالنكبة الفلسطينية أو نشاطات يمكن أن يعتبر أنها تشجع على المقاطعة. وزارة الثقافة اعتبرت أن هناك متاحف ودور عرض وجمعيات خاصة عربية داخل إسرائيل وكاتبي نصوص ومخرجين لم يحترموا هذه القواعد، وبعض أعمالهم يمكن اعتبارها تضامنا أو تفهما للنكبة وربما تشجيعا للمقاطعة. توجهت وزارة الثقافة بالإضافة إلى جمعيات يمينية إلى المالية بطلب قطع مخصصات هذه الجمعيات وهؤلاء النشطاء، إلى أن الصحيفة تقول أن المالية رفضت الجزء الأكبر من هذه التوجهات واستمرت على تمويل هذه الجمعيات، مما يشير إلى هذا التوتر داخل الحكومة بين من يريدون يعني موقفا صارما ضد كل من يتضامن مع ما هو مختلف عن سياسة الحكومة الحالية، وبين من يريد التعددية واحترام التعددية. يعني سيطرح مشروع قانون لرفع العلم الفلسطيني ربما قريبا. صحيح. نعم. إلى صحيفة إسرائيل هيوم، صيد الغرباء في ألمانيا، يعني احتجاجات في ألمانيا بعد حادثة طعن، وتم اعتقال سوري وعراقي للاشتباه فيهما. نعم، وبسبب هذه العملية هناك موجة، هناك حملة ضد اللاجئين وتحديدا اللاجئين من أصول عربية وإسلامية. ولكن اللافت أن إسرائيل هيوم وهي صحيفة اليمين في إسرائيل هي التي تأتي بالخبر هذا، لأن هناك تخوف لدى إسرائيل من أن النعرة القومية والنعرة العنصرية قد تصحو في ألمانيا مع كل ما تعنيه ألمانيا بالنسبة وما حدث لليهود من محرقة هناك بالنسبة للتاريخ الإسرائيلي والتاريخ اليهودي. نعم، من الصحف الإسرائيلية إلى الفلسطينية، وفي صحيفة الأيام، نتنياهو يقول إن السلام ممكن مع الفلسطينيين عبر تطبيع مع الدول العربية.
هنا يسأل السؤال حول البيضة والدجاجة، ما يأتي قبل، هل البيضة أم الدجاجة؟ هل السلام مع الفلسطينيين، التسوية مع الفلسطينيين، أم أن التطبيع؟ بطبيعة الحال الموقف الفلسطيني أنه لا يمكن التطبيع، تطبيع علاقات إسرائيل مع العرب من خلال الالتفاف على الملف الفلسطيني، بينما نتنياهو يقول أن الباب للسلام مع الفلسطينيين هو التطبيع مع الدول العربية. نتنياهو صرح بذلك في يعني سياق محاولات كسب أو الضغط على الجانب الأمريكي وعلى الجانب الفلسطيني، بينما تزداد الأنباء عن أنه ربما يطرح الرئيس ترامب مبادرة السلام الخاصة به في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم. نعم، إلى صحيفة فلسطينية أخرى في الحياة الجديدة. صيدم البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس سيتواصل بكل ما يتضمنه من خطوات، هذا ما أعلنه وزير التربية والتعليم الفلسطيني. نعم، بينما تحاول وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس الإسرائيلية أسرلت مناهج التعليم، يحاول الفلسطينيون التصدي لهذه الظاهرة. اللافت محمد أن الكثير من الأهالي، حتى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيون وأن القدس محتلة وما إلى ذلك، يفضلون المنهاج الإسرائيلي لأنه ربما يكون أفضل بعض الأشياء، ولكنه يضمن ويسهل عليك القبول في الجامعات وفي أماكن العمل، حتى في العمل. صحيح. نعم صحيح. إلى صحيفة القدس العربي. سوريا ضغوط تركية على النصرة لحل نفسها، وماكرون بقاء الأسد خطأ فادح. يعني النصرة تختار الحل العسكري وترفض التفاوض، في المقابل تركيا تسعى لتفادي أي عملية عسكرية قد يفتح أبواب اللجوء إليها. وتخشى تركيا وفصائل المعارضة من أن يتخذ الروس والدولة السورية من وجود جبهة النصرة في إدلب ذريعة لإطلاق حملة عسكرية واسعة. لذلك تركيا وفصائل المعارضة يمارسون الضغوط على جبهة النصرة، وهي الممثل تنظيم القاعدة في سوريا، على أن يحل نفسه لسحب البساط من تحت أولئك الذين يفكرون بالقيام بعملية عسكرية في إدلب. بالنسبة لمكرون، هو ألقى خطاب عن السياسات الخارجية لفرنسا وتطرق فيه إلى احتمال بقاء الأسد، وقال أن هذا سيكون خطأ فادحا، لكن هذا لا يلغي أن فرنسا كما غالبية دول الغرب بدأت تتقبل حقيقة أن النظام السوري باطن والرئيس السوري باطن. نعم، إلى صحيفة الرياض. في الصحيفة، التحالف، الميليشيا الإيرانية أطلقت 5 صواريخ على المملكة في الحج. إن مرة أخرى الحج وموسم الحج جزء من المناكفات السياسية. قطر اتهمت السعوديين بأنهم يسيسون الحج. السعودية تحاول الآن استعمال الحج في حربها السياسية والعسكرية ضد الحوثيين وضد الإيرانيين في اليمن، وتقول أن الحوثيين استهدفوا السعودية حتى خلال موسم الحج، بمعنى أن حتى الحج لم يشفع، وأصر الحوثيين على استهداف الأراضي السعودية خلال موسم الحج. مرة أخرى كل طرف يحاول تسخير واستغلال الحج لأهدافه السياسية. نعم. إلى صحيفة الأنوار اللبنانية، بري وجنبلاط يطلعان على أرقام مخيفة عن وضع الاقتصاد. هذه ربما عنوان يحاول حث الفرقاء السياسيين في لبنان تجاوز صراعاتهم وتشكيل الحكومة. بالأمس التقى زعيم الدرزي وزعيم الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جنبلاط برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في إطار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة وتذييل العقبات أمام تشكيل هذه الحكومة. وخلال اللقاء يعني قال جنبلاط أنه تم إطلاعه ورئيس البرلمان بري من قبل وزير المالية اللبناني على الوضع الصعب للاقتصاد اللبناني، بمعنى أنه يحث الأطراف على تجاوز خلافاتهم في محاولة لتشكيل حكومة قد تنهض بالاقتصاد وتحاول إخراجه من أزمته. وأخيرا نختم مع ديلي صباح التركية. الأمم المتحدة على جنرالات ميانمار تحمل مسؤولية الإبادة الجماعية لمقتل الروينجا.
نعم، تركيا مهتمة جدا ومستمرة بالاهتمام في الإبادة الجمعية الذي تعرض له المسلمون في ميانمار والمعروفون بالروينجا. تركيا حاولت في المحافل الدولية التحذير مما يدور هناك. اللافت أن زعيمة ميانمار وهي حاصلة على حينما كانت في المعارضة وفي السجن حاصلة على لقب نوبل للسلام، هي الآن ترأس الدولة التي تقود هذه الحرب الإبادة الجمعية ضد المسلمين الروينجا في ميانمار، وحالات اللجوء والكوارث الإنسانية والمقابر الجمعية والمذابح لم تعد سرا، ولكن حينما تقود امرأة حاصلة على جائزة نوبل للسلام هذه الدولة وهذه السياسة، لا يمكن الوقوف جانبا. وتركيا والإعلام التركي يعني يحاول الإبقاء على هذه القضية. الصحافة في ميانمار تجاهلت هذا الخبر كليا. هذا طبيعي في الدول التي يعني الديمقراطية فيها هو أمر محدود، يعني لا يريدون تلطيخ اسم دولتهم، ولكن هذا لا يلغي السؤال هل بالفعل الأمم المتحدة ستمضي في هذا التحذير، وأنه بالفعل سيتم تشكيل هيئة قضائية في محكمة الجنايات خصيصا لمجرمي الحرب في ميانمار. الأستاذ علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العدد الأخير. إلى اللقاء.